حبيب التقييم ليس الآن ولا على سيد محمد الصدر ولا على صديقك ولا على عدوك، وإنما الله يقيمك حق التقييم، وأمير المؤمنين قسيم الجنة والنار يقيمك حق التقويم في وقت ما تستطيع أن تقول لا. احذروا قوموا نفوسكم. قالت أمير المؤمنين في عبارات لا أحفظ نصها أنكم أضعف من أن تتحملوا العذاب، فارحموا أجسادكم وارحموا نفوسكم وارحموا عظامكم، لا تستطيعون أن تتحملوا شنو وقفة القبر. هذه الرواية أرويها وأسألكم الدعاء أن شخصا ما حسب النقل والرواية دفن، اجوا الملكين طبعا الرواية تصف رؤيته للملكين بشكل يقشعر له البدن، شلون اجوا يحفرون الارض على كل حال. قالوا له بانه احنا مامورين ان نضربك 100 صوت من النار. توسل بهم قللوه الى 99، توسل بهم قللوه الى 98، ولا زال يتوسل بهم الى ان قللوه الى 1 مخلصا. قال هذا امشي له عني. قالوا له اما هذا فلا بد منه. فضرب صوتا من نار فامتلأ قبره نارا.